السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. عودة على آخر التصريحات السياسية في رسائل موجهة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد. نبدأ بتصريح المليكي حاتم المليكي الناشط السياسي اللي يعتبر البارح وأنه الإجراءات اللي تم اتخاذها حول فرض المراقبة القبلية على عدة منتجات استهلاكية صحية وصناعية وغذائية وغيرها هي مثال يعكس ضعف في الكفاءة في إدارة الشأن العام، ويعتبر أن حرص السلطات على صحة المواطن يقتضي فرض مراقبة على السوق الموازية والتهريب، ويقول اخدم على السوق الموازية إذا أنت خايف على صحة المواطن. وأعتبر زادة أن السعي نحو تطوير الميزان التجاري باتخاذ إجراءات مماثلة يتطلب التشاور مع الشركاء لا وضعهم أمام الأمر الواقع. أحكيوا على المراقبة القبلية اللي الاتحاد الأوروبي هب تبين فيسا فيسا وقال لازم تراجعوا هذا ولازم تلغيوه، ودخل حيز التنفيذ نهار 17 أكتوبر. يعني المراقبة القبلية تقريبا باش تكون على حوالي 500 منتوش، لي بارفان، لي مكياج، الأثاث، برشا مواد خرين، برشا مواد، قلتلكم 500 مادة. باش تولي فما مراقبة قبلية قبل التوريد، يعني فما وثائق باش تعملهم وشروط مجحفة حسب خبراء اقتصاديين وإلا ناس معناها تورد تشتغل في ميدان التوريد. تقول كذا ليه باش يخدم مصلحة تونس ولا شركة تونسية ولا سوق تونسية ولا شيء. في هذا الخصوص المليكي يحكي على رئيس الجمهورية وأداء الرئيس في هذه الفترة منذ 25 جويلية حتى التوى. ينتقد المليكي أداء رئيس الجمهورية قيس سعيد ويقول إذا كان قيس سعيد متصور باش يربح في المعركة متاعو راهو باش يربح تونس باش يدقدقها. فخرة التونسي تكسرت وصورة الطفلة اللي حرقت لإيطاليا وحدها ضربت صورة التونسي ونظرته لروحه. يخاطب المليكي رئيس الجمهورية يقول له نعطيوك قصر فيه 60 بيت وشهرية ب30 مليون و3000 واحد في الأمن الرئاسي باش تسبنا بيهم. هذا ما قالش به ربي. والتصريح متاعه هذايا الناقد للرئيس أثر جدل كبير برشا في البلاد. نجيب إلى شيماء عيسى. شيماء عيسى عن جبهة الخلاص الوطني، شفناها فيها كالخطابات والمسيرات واللي صارت عليها حملة مؤخرا مع جوهر بن بارك. شيماء عيسى تقول أو تعتبر بأنه جبهة الخلاص الوطني هي المكسب اليوم والخروج إلى الشارع والنزول إلى الشارع، تقول هو مكسب وحق في التظاهر والتجمع والتعبير مضمون والنضال راه متواصل للحفاظ على هذا المكسب. كما تقول اليوم أنه الشارع عنده رسالة متاعه، والرسائل اللي ضمنتها المظاهرة الأخيرة لجبهة الخلاص متاع 15 أكتوبر كانت واضحة، وتقول جبهة الخلاص عندها صوت مسموع والشارع يرفض الظلم والعبث اللي نعيشه فيه. تقول هذه الحكومة تفتقر للكفاءات وبصدد الإضرار بالبلاد ومصالحها. تقول البديل السياسي اليوم هو الناس الكل مع بعضها، ماهوش حل سحري. وكي تقول لي النهضة مجرمة وما نحكيوش معاها، فما مجرم أكثر من قيس سعيد حسب تعبيرها حرفيا في تصريحات إعلامية البارح تتهم الرئيس بأنه معناها بالجرم، بارتكاب جرم في حق تونس. كما زاد تحكي شيماء عيسى على عبير موسي والتحركات متاحة، وتقول اللي هي معك شيماء عيسى تعرضت للتنمر بعد المسيرة الأخيرة متاع 15 أكتوبر اللي نظمتها الجبهة.
هتقول مش صحيح، ما فهمش حتى إشكال بيني وبين زميلها في الجبهة سيف الدين مخلوف. وللإشارة في أنه سيف الدين مخلوف هبط كومينيكي يشكر في الجبهة ويمجد فيها، قال هي اليوم الكل في الكل في البلاد ورقم صعيب في البلاد وجبهة قوية وعندها بتقول في روحها في الشارع وفي السياسة وغيرها. به شيماء عيسى تقول بأنه ما فهميش إشكال بينها وبين سيف الدين مخلوف. علاش قالت هذا؟ أكيد راكم تبعته. برشا أطراف تقول بأنه صارت عركة بين أو خلاف بين شيماء عيسى وبين سيف الدين مخلوف، فكت له الميكرو من على البوديوم فتغشش ما جبت الكرامة اتلاف الكرامة عفوا. فما شكون كتب في صفحات، معناها كتبوا على شيماء عيسى، وهذا النهضة هبطت عليه بيان وجبهة خلاص هبطت بيان، وجوهر بن برك مشى المقر النهضة هو شيماء عيسى وعملوا اجتماع وعملوا قاوق كبير يسر على الحملة هذه. قالت لي هي تفاجأت بالحملة ضدها، اتهموها من خلالها بافتكاك المصدح الميكرو من عند سيف الدين مخلوف في مسير جبهة الخلاص في الويكاند اللي فات. قالت لي قالوا لها قصيت عليهم ما خليتوش يكمل. وتقول هي تقول انا وسيف نكن لبعضنا الاحترام ولا وجود لاي اشكال بيننا، وتفاجأت بهذه الحملة التي ارفضها واندد بها. تقول بالمناسبة بانه هي ماهيش باش تسكت منه هكا امام جميع انواع العنف والتنمر، وتأكد بالمناسبة انها تتضامن ودائما تتضامن مع عبير موسي رئيس الحزب الدستوري الحر ضد حملات العنف والتنمر اللي تتعرض لها. وتقول في هذا الإطار تضامنت دائما مع عبير موسي ومنذ فترة ديما وحتى من قبل. على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، نقاو رابطة حقوق الإنسان أدانت العنف غير المبرر خلال الاحتجاجات. الرابطة أدانت ما اعتبرته عنف غير مبرر من قبل الأمنيين خلال الاحتجاجات الشعبية السلمية. وأكدت الرابطة رفضها الإحالة على أنظار القضاء بتهم غير مسنودة بأدلة وبراهين، مثل الإضرار بملك الغير دون إثبات والاعتداء على الأعوان دون شهادات طبية. وأكدت أيضا رفضها الإحالة بمقتضى الأمر العالي لسنة 54 زمن الحماية لقمع التحركات الشعبية من طرف المستعمر، وطالبت السلطة وزير الداخلية بالكف عن استعمال العنف الممنهج من طرف الأمنيين تجاه الحركة الاجتماعي السلمي، ومحاسبة المعتدين تكريسا لعدم الإفلات من العقاب وتحملهم مسؤولية ما قد ينجر من مضاعفات وتطورات، كما طالبت بإطلاق سراح جميع الموقوفين على حد تعبيرها.